بعد ما تعرفنا على رواية دعاء الكروان، معانا دلوقتي تقرير صورته كاميرا يحكي أن عن معرض الكتاب الخاص بالأطفال، نظمته إحدى المكتبات. وطبعا مفيش شك أن الطفل مهم جدا، مهم جدا أن احنا نعوده على القراية من هو صغير، مهم جدا أن احنا نساعده على القراية ونحببه فيها، مهم جدا أن احنا نعلمه إزاي يختار ويختار إيه. عشان كده احنا بنهتم دايما بأي فعالية ثقافية مهمة بتستهدف الأطفال. تعالوا نتعرف مع بعض ونشوف التقرير ونعرف أكتر إيه حكاية معرض الكتاب اللي عملته المكتبة اللطيفة دي للأطفال. الفكرة عجبني إنه معرض للأطفال في ظل اللي احنا طبعا الفيسبوك والتكنولوجيا والتيك توك والكلام ده كله، ففرحت ان هم اختصوا الاطفال بحاجه زي دي، بحيث اللي احنا كمان دي اجازه فالولاد يستفيدوا. وكنت انا بدات اصلا اللي انا اشغل البنت اللي انا اجيب لها الغاز او قصص قصيره بحيث اللي هي تبعد شويه عن السوشيال ميديا. يعني يا ريت تشجعوا لكم اللي هم يعني ياخدوا خطوه القراءه ويهتموا بيها، وانتوا كمان تهتموا. لو انتوا كمان قريتوا واهتميتوا بالموضوع ده قصادوا لكم هتدفعوهم، يعني ده افضل بكتير من ان هم قاعدين طول الوقت قصاد الموبايل وبيضيعوا وقت على الجيمز والكلام ده كله. أهلا جدا، أنا حبيت أعود يعني ابني على القراءة وأوري له أنماط مختلفة من الكتب، يعني عشان أحاول يعني يطلع على حاجات مختلفة، وفي هنا حاجات مميزة بصراحة مشوفتهاش برا. يعني إحنا بنتكلم عن الريسايكل، إعادة التدوير. مثلا لو في إزازة إحنا ما نرميهاش، ممكن نقطع الجزء اللي فوق بعدين نلزقها بحاجة ونعمل عليها شكل ونحطها أكنها مقلمة. حابة اللي أنا أجي عشان أقرأ قصص، وحابة اللي أنا أجي أتفرج على الورشات وأحضر الورشات. احنا هنا أكاديمي بنعلم الأطفال عامة في مجالات مختلفة بطريقة ستيم. بنعلمهم عن مثلا الفلك والروبوتكس والبرمجة وحاجات كتيرة مختلفة. بنبني منهجنا عن طريق الحاجات اللي هم ممكن يكونوا بياخدوها في المدرسة ولكن مش بيطبقوها بشكل عملي، او مش عارفين انا باخد الحاجة دي بعمل بيها ايه بعد كده في حياتي. فاحنا بنبتدي نشوف التطبيق العملي بتاع كل حاجة من الحاجات دي ونوريها لهم احنا ازاي بنشتغل عليها بجد في الريل لايف، ونوريهم مدى أهميتها وإنه هي مش بس منهج وأنا هذكره وهمتحنه كده، لا أنا بجد بتعلمه علشان أقدر أطبقه في حياتي واستفيد منه. إحنا عندنا أكتر من برنامج مختلف. ممكن أكلمك عن برنامج اسمه Discover Your Passion. البرنامج ده إحنا بنحاول نكتشف فيه شغف الأطفال وننميه. يعني كل طفل بيبقى عنده اهتمام أو بمجال معين. في أطفال بتحب الرسم، في أطفال بتحب العلوم والفنون، في أطفال بتحب الطب وكده. فإحنا في البرنامج ده بنجيبهم في كامب، بيبقى أكتر من يوم، كل يوم بيجربوا فيه مجال مختلف.